لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. تصريح خطير من إمبولحي في أول ظهور له بعد فوز الجزائر على المغرب، وسبب حزنه يبكي العالم. انظر ماذا قال. صرح اليوم حارس مرمى منتخب الجزائر رئيس إمبولحي تصريح خطير لجريدة الشرق القطرية عندما سأله الصحفي عن سبب حزنه الدائم في الملعب رغم الفوز. أجاب قائلا: أنا فقدت طعم الحياة بعد وفاة والدتي التي كانت بمثابة الأم والأخ والأب والأخت، فكانت طيبة وحنونة في حقي جدا، فأنا فقدت قلبي بفقدانها حيث كانت هي سبب التحاقي بالخضر، لكن أعذروني فأنا أعيش الآن من أجل إفراح الشعب الجزائري ولا أريد أن أخذله أبدا، وأرجو من الشعب الجزائري أن يدعو لوالدتي بالرحمة والمغفرة عندما يتذكرونها أو يتذكرونني على الأقل، أو عندما يشاهدونني في التلفزيون أو الملعب. وأنا الآن اخترت الجزائر أما لي بعد وفاة والدتي رحمة الله عليها. وقال للصحفي: أنا آسف جدا على إزعاجك. فقال الصحفي: لا، أنت لم تزعجني أبدا، فالحديث معك شيق للغاية. وسأله الصحفي: كنت أشاهدك في غاية التركيز في مباراتكم أمام المغرب. فقال: أنا واللاعبين كنا في حالة تركيز شديدة، لأننا كنا نعرف أن منتخب المغرب منتخب قوي، وليس من السهل أن نفوز عليه مثل المنتخبات الأخرى. فسأله الصحفي: كيف استطعت أن تتصدى لكرة وليد الكارتي وتحرمه من تسجيل هدف؟ قال إمبولحي: أنا كنت أتوقع الاتجاه الذي كان يريد أن يسدد فيه الكرة، وكنت أتوجه نحوها مباشرة، وكان توقعي في محله، حيث أن وليد الكارتي يبدو عليه الخوف جدا، وقد قرأت ما يدور في رأسه، والحمد لله قمت بالتصدي لها وكانت سبب الفوز. أما مباراتنا القادمة مع قطر فقد استعدينا لها واكتشفنا جميع التحركات في منتخب قطر، وإن شاء الله سنفوز عليهم. وأشكر كل الشعب الجزائري على دعمه لنا. إذا كنت من محبي منتخب الجزائر وإمبولحي، اضغط لايك واشترك بالقناة وفعل الجرس ليصلك كل جديد. شكرا لكم على حسن المتابعة. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.